السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. مشاهدي الكرام، يسعى فريق العمل لتقديم كل ما هو جديد ومميز. مواضيعنا اليوم حتكون مميزة ومختلفة كعادتها، حنتناولها من استديوهاتنا في جدة والرياض. أما في جدة عندنا مواضيع مختلفة حنتكلم فيها ونسلط الضوء ونتعرف على مخرج الأوبوريت واللوحة التمثيلية في حفل افتتاح الجوهرة، ملعب الجوهرة في جدة. طبعا هذا بالإضافة لغير من الفقرات المتنوعة والمختلفة. أما الآن أذهب سريعا وأمسي على زميلتي رنيم. يسعد مساك يا رنيم. يسعد مساك يا خلود، ومشاهدينا الكرام، كل متابعي سيدتي في كل مكان. طبعا اليوم نريد نتعرف على سيدة برعت في مجال خاص وهو مجال التجارة الإلكترونية. هذا طبعا خلود إضافة إلى العديد من الفقرات والمحطات المتنوعة دائما هنا في سيدتي. لكن أرجع لك يا خلود، نتعرف على العناوين وعلى أهم الأخبار السعودية أكيد معك. شكرا لك يا رنيم، واكيد بانتظار فقراتك الشيقه. مشاهدي الكرام، قبل البدء نذكركم متابعه حلقات سيدتي عبر صفحتنا باليوتيوب، واكيد لا تحرمونا من تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا بالفيسبوك وتويتر. اليكم العناوين. في سيدتي اليوم، سيده تطور اعمالها من خلال التجاره الالكترونيه. مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. خطوات عملية للتعامل بحكمة مع الأمور الحياتية. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على أبرز عناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم، خلينا ندخل مباشرة بأول فقرة لدينا لهذا اليوم، نتعرف على أبرز ما جاءت به الصحف السعودية من الأخبار المحلية. وخلينا نبدأ بأول خبر، الخبر واللي جاءنا من صحيفة الحياة، وكان بعنوان وزارة العدل والصحة تقرران مصير المتحولين جنسيا إذا اختلفت الأسر. أما في التفاصيل، أكدت وزارة الصحة في تعميم نشرته عبر بوابتها الإلكترونية أن الوزارة حددت الحالات التي تطلب التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى أو العكس، وتحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي وفق توصية الفريق المختص، مبينة أن الحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي والجراحي في حالة وجود اختلاف بين الأطراف المعنية داخل الأسرة على استكمال الإجراءات تتم إحالة الموضوع إلى وزيري الصحة والعدل للتوجه بالإجراء المطلوب لكل حالة بشكل منفصل، ويتم توثيق موافقة المعنيين بها وأخذ إقرارهم بذلك، ومن ثم يتم إكمال الإجراء الطبي وتزويد الأسرة والمريض بتقرير طبي يمكنه من مراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية. هذا كان أول خبر مشاهدي الكرام لدينا لهذا اليوم، وكان زي ما ذكرنا من صحيفة الحياة. ننتقل مباشرة لخبرنا الثاني واللي كان بعنوان أمهات يطالبن وزير التربية بتقديم نهاية العام الدراسي. أما في تفاصيل هذا الخبر، طالبت أكثر من 2000 أم من أمهات الأطفال الدارسين في المراحل الدراسية الأولى إلى المرحلة الرابعة في أحد المجمعات الدراسية بمحافظة جدة في خطاب موجه إلى وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بتقديم نهاية العام الدراسي إلى أول شهر مايو أيار المقبل، واختصار ما بقى من المنهج أو ما تبقى من المنهج الدراسي، مراجعين أسباب الطلب إلى انتشار فيروس كورونا. إن شاء الله ننتهي من فيروس كورونا ومشاكل هذا الفيروس اللي للأسف الشديد كل فترة بنسمع أخبار أسوأ بالنسبة لهذا الفيروس. نسأل الله السلامة للجميع. أما بالنسبة لخبرنا الثالث من صحيفة الرياض، كان بعنوان العمل ترصد 13 مخالفة لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالرياض. أما تفاصيل الخبر، رصدت وزارة العمل 13 حالة مخالفة لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية بالرياض خلال جولة مفاجئة ل 120 محل. أتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل مسبقا عن آلية تطبيق إجراءات فرض العقوبات على المحلات المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محل المستلزمات النسائية، موضحة حينها أن العقوبات وإغلاق المحل المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في هذه المحلات. هذا بالنسبة لخبرنا. إحنا طبعا تكلمنا على موضوع تأنيث المحلات التجارية وتناولناه بأكثر من فقرة، ودائما بنطلع على مستجدات هذا الخبر أو أي خبر ثاني. خلينا ننتقل لخبرنا الرابع.
كان هذا الخبر الرابع أو خبرنا الرابع هو من صحيفة مكة أونلاين وبعنوان الزلفة ينسحب من ندوة أدبي حائل بسبب عزل النساء. أما في تفاصيل هذا الخبر، انسحب عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد الزلفة من المنصة الرئيسية لجلسة ملتقى حاتم الطائي الذي نظمه نادي حائل الأدبي مساء أمس الخميس بسبب ما اعتبره عزلا للمرأة عن الجلسة، رغم حضور متحدثات من أوروبا للمناسبة، فضلا عن صعوبة وصول الصوت صافيا إلى الرجال، مبينا أنه يجب أن نجعل النساء اللواتي قدمنا من الخارج أن يحترمننا وليس أن نضعهن في غرفة مغلقة، مضيفا أن نادي حائل الأدبي وضع الجلسات للحضور وليس للأعضاء. طبعا هذا كان مجموعة وأبرز أخبار الصحف السعودية لهذا اليوم. إحنا بنتكلم على الأخبار المحلية، هنتقل الآن لزميلتي رنيم اللي عندها فقرة أعتقد بتتكلم فيها عن النجاح أي كان مصدر هذا النجاح، بتتكلم عن طريقة التعامل أو التجارة، طريقة جديدة للتجارة يمكن كثير بيسلكوها من الناس بيسلكوا هذه الطريقة وهي التجارة الإلكترونية. أنا متحمسة أتعرف على هذه الفقرة يا رنيم، وأكيد حابة أتعرف مين ضيفتك اللي برعت في هذا الاتجاه. شكرا لك يا خلود، فعليا التجارة الإلكترونية منتشرة لكن الجميل أنها في مجال غير اللي تعودنا عليه يا خلود، مثلا مكياج أو جمال أو أزياء أو كب كيك، لها المرة قرطاسية. مشاهدينا طبعا التجارة الإلكترونية صارت يعني جزء من فعلا أنواع التجارة المتعارف والموثوق فيها في عصرنا الحالي، ربما سهل ذلك تواجد التطبيقات الاجتماعية مثلا على رأسها خلينا نقول الانستغرام، تويتر، فيسبوك وغيرها من التطبيقات أو البرامج، لذلك أصبحت مجال جيد لإنشاء سوق إلكترونية جديدة وهي طبعا منتشرة بشكل موسع خلينا نقول هنا في المملكة وفي المنطقة العربية أو حتى على مستوى العالم. للتفاصيل معنا ضيفتنا في الاستوديو دونا السياري وهي شريك ومؤسس لمتجر قرطاسية الإلكتروني. مساء الخير يا دونا، يعطيك العافية. مرحبا، أهلين. بداية عرفينا على متجرك قرطاسية. متجر قرطاسية معروف يعني يمكن من اسمه تتعرفين على المنتجات اللي تقدمها، تقدم منتجات قرطاسية وأدوات مكتبية ربما نركز فيها على الفنية منها مش المنتجات اللي تلقينها تستخدمينها يوميا. منتجات فنية يعني للاحتراف للمحترفين أو للجميع الأعمار والفصول؟ لا مش منتجات فنية، منتجات أرتستيك أو تصاميمها فنية أكثر منها تصاميمها سادة أو عادية. كثير من العملاء يستخدمونها هدايا يقدمونها تخرج أو مناسبات معينة. تحولنا بعدها إلى منصة إلكترونية نبيع من خلالها ماركات محلية، ربما ناس بسيطين مثل كانوا يبيعون على تويتر ولا كانوا يبيعون على إنستغرام، صار في المجال إنهم يبيعون على منصة ممكن توصلهم للسعودية والخليج. طب وبالنسبة لل يعني جميل إنك وسعتي وفعلا تحول من موقع إلى منصة، لكن بشكل عام المستهدفين أو أكثر العملاء اللي يتعاملوا معكم من أي شريحة عمرية؟ غالبا اللي هم الطلاب، أبرزهم الدراسات الجامعية، أغلبهم سيدات، أتوقع أنهم يكونون زي 90% من قاعدة عملائنا. طيب ما شاء الله أنت من السيدات الناجحات في هذا المجال، لكن بشكل عام كيف تقيمي التجارة الإلكترونية بشكل عام؟ شو اللي ينقصها لتكون فعليا هي طبعا متاجر معترف فيها، لكن بالنسبة لك أو لغيرك شو اللي ينقصكم يكون في اعتراف أكثر أو التعاون وثقة في هذه المتاجر؟ على أساس نبدأ بالصورة الأكبر، التجارة الإلكترونية جزء صغير من حاجة كبيرة. في يعني لو نشوف السنوات اللي راحت كان في توجه كبير أصلاً للعالم الإلكتروني. السعودية الآن تقف على يعني أوائل الإحصائيات، مشاهدات يوتيوب هي الأول عالمياً، استخدام تويتر وفيسبوك هو من الأكبر في الشرق الأوسط. الانتقال إلى حكومة إلكترونية وغيرها بالضبط طبعاً. الآن كمان الحكومة توجهت إلى الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية جزء من هذا كله واستفاد من هذا التوجه الكبير. لو نلاحظ هنا في السعودية في كثير عمليات شراء عن طريق الإنترنت، يعني يقدر بمئات الملايين سنوياً، لكن اللي لاحظناه أنه بعضها ما توجهت إلى المتاجر الإلكترونية الاحترافية، بعضها ما زالوا يستخدمون تويتر أو إنستغرام على مستوى بسيط، بعضهم يستخدمون منتديات معروفة مثل عالم حواء، أنهم يبيعون عن طريق وليس عن طريق منصات فعلا احترافية فيها سلة شراء، العميل ممكن بنفسه بشكل مستقل يشتري بدون ما يتعامل مع أحد فيكون أسرع وأكثر احترافية. هذا الجزء اللي ينقص يعني
شوفي بصراحة معظم خلينا نقول السيدات اللي احترفوا تجارة عن طريق المواقع الإلكترونية تقول لك إنه أسهل بالنسبة لي، ما في حاجة لسجل تجاري، ما في داعي أحط إيجار محل، العلاقة تكون ما بيني وبين الموقع الأساسي، إضافة لطبعا العملاء عن طريق الويب سايت أو إنستغرام أو غيره. صحيح. بالنسبة لكم عندكم سجل تجاري فعلي؟ نعم. ليه وكيف؟ يمكن لأنه هو لا بأس من إنك تبدأ صغير، لا بأس من إنك تبدأ على تويتر على إنستغرام، لكن ليش ما يكون توجهك أكبر؟ ليش ما يكون تغطيتك أكبر؟ يعني هذا اسمحي لي أعطاكم مصداقية أكثر إنه يكون في سجل تجاري. مصداقية أكبر. بالإضافة إلى إنه لو تلاحظين توجه وزارة التجارة إلى التجارة إلى المعاملات الحكومية أصبحت جميع هذه الأشياء سهلة. السجل التجاري يأخذ منك بعض الضغطات على الإنترنت بالضبط. ويصل لك سجلك التجاري للمنزل بدون أي مشاوير. ايش يفيدك؟ يفيدك في عقد التفاوضات مع شركات شحن، يفيدك في توقيع عقود خدمات، يفيدك في 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 يعني نمو هذا 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 العمل من 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 على مستوى اسر منتجه الى مستوى شركات. صحيح. يخولك انك توظفين، يخولك انك تنمين الوظائف في هذا المجال. يعطيك مصداقية كبيرة. نعم. طب لكم مشاركة إن شاء الله بتكون خلال الأسبوع القادم في فعالية حول المتاجر الإلكترونية. نعم. صحيح؟ إيش بيكون دوركم ومشاركتكم فيها؟ في معرض الأسبوع القادم هو أول معارض المتاجر الإلكترونية على أرض الواقع، فبتشوفين الناس اللي هم خلف الشاشات على أرض الواقع. اسمه كليك بوليفارد، وحيكون من أول أهدافه هو أن العملاء حابين أحيانا نشوفهم من هذا خلف المتاجر، وكمان يحسوا بالمصداقية، يحسوا بالثقة للشراء. يعني أتعامل مع الشخص بعيدا عن exactly. فهذا من أبرزها. كمان المتاجر الإلكترونية تحظى بفرصة العرض منتجاتها للعملاء. والجميل فيه أنه مو بس ركزوا على الناس اللي عندهم متاجر إلكترونية، كمان استضافوا الناس اللي عندهم متاجر على تويتر وعلى إنستغرام بحيث أنهم يتشاركون هذه الخبرات مع بعض. جميل جدا. طبعا نتمنى لكم مشاركة موفقة، ومثل ما ذكرتي جميل انك وانت كنت تتعامل مع شخص بثقة، لكن حلو انك تشوفه تعرف بصفة شخصية تتعامل. صحيح. مع مين. دون السياري شريك مؤسس لمتجر قرطاسية، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. ومشاهدين فعليا الجميل بهذه الفعاليات او بان الشخص يسجل سجل تجاري باسمه او يكون تحول من تاجر صغير على موقع إلكتروني إلى صاحب منصة، هي تعطي ثقة، هي تعطي مصداقية، وهذه الفعاليات تعزز أكثر الثقة ما بين العميل وما بين طبعا الشركات الإلكترونية، واللي يفترض أنها تكون شكل أساسي من أنواع التجارة والتسوق في الفترة المقبلة. مشاهدينا مستمرين في سيدتي، متابعة طيبة لكن أكيد بعد الفاصل. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.